compétences qui sont les nôtres, mais chacun de nous apporte aussi une valeur ajoutée ou travailler. Donc, شوف هنا شحال تقول راه عنده une valeur nutritive ou عنده plus de valeur pour la santé. عنده بزاف ديال لي فالور للصحة ديالنا وكتولي تعرف تستعملها في مختلف السياقات وفي مختلف التعابير. وبرافو عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بفضل الله وقوته وصلنا العشرة على عشرة عشرات الحلقات في سلسلة تعليم اللغة الفرنسية، حتى انت ان شاء الله توصل العشرة على عشرة في اللغة الفرنسية اللي هو الهدف ديالك والوبجيكتيف برينسيبال. علاش انت داخل كتفرج دابا؟ بطبيعة الحال باش تطور اللغة الفرنسية ديالك. ما كانش بالسهل بتاتا. قبل ما ندخل في صلب الموضوع غادي نعطيك هذه النقطة هذه، وان شاء الله حتى هي تانسبيريك وتقدر حتى انت تخليك تستمر وتعرف بلي ما كاينش شي حاجه سهله، وفي نفس الوقت راه ما كاينش شي حاجه صعيبه. باش نكونوا صريحين، كيف ما انا قررت باش انني ندير هذه السلسله ديال تعلم اللغه الفرنسيه ما كانتش سهله. علاش؟ بديت الحلقه الاولى ياك، والثانيه والثالثه، من بعد واو خاصني نكمل 10 الحلقات. واحد الوقيته حيت كندير تقريبا مؤخرا فيديو كل اسبوع، نفسي ما بقاتش باغا تخدم. اي فوالا ما بقاتش باغا تخدم. ديجا سي فري عندي دي زونغاجمون وحدين اخرين، ما كنلقاش ليها الوقت صراحه. باش نكون معك صريح، كنصور بالحد لو ديمونش، ما كنلقاش ليها الوقت، ولكن اي بورتون درت ان اوبجيكتيف حطيته قدامي خاصني نوصل ليه. ليش؟ شنو هو انني نصور هذه السلسله كامله وخاصني نسال عليها. يعني شنو كندير؟ بعض المرات راني كنصور وخا تشوفني هكا تنهضر معاك ومبتسم الى اخره، راني بزز على نفسي، مدير راسي بحال اون ماشين ان روبو، ما كنبزز على بابه. يعني خاصك تصور، خاصك تكمل هذا الهدف. هذا الشيء علاش قلتو ليك. دونك في الاخير الحمد لله اني حنا دابا في الحلقه الاخيره. دونك حتى انت بغيتك دير فحال هكا، حيت ملي غادي تبدا في تعلم اللغه الفرنسيه ولا اي اوبجيكتيف واحد اخر بغيت ديرو، سواء كانت لغه واحده اخرى ولا شي اداه بغيتي تتعلمها ولا شي خدمه ولا شي بروجي نيمبورط بغيتي ديرو، راه ما غاديش يكون بالسهل بتاتا. باش نكون معك صريح، يعني ملي تبدا في الاول ان شاء الله يكون هو انه ملي غادي تبدا مره من بعد راه نفسك غادي تبقى تجيها لا بروكراستيناسيون. لا بروكراستيناسيون غادي تولي كيجيها التماطل، ما غاداش تبغي تصور. راه نرتاح ماشي مشكل، ما درتهاش اليوم نديرها غدا. نمشي نرتاح، ويلي كاين غير هذه الخدمه، غتبكي على امها. ما درتهاش اليوم نديرها غدا، ما كاينش المشكل. لا سيدي غادي نديرها اليوم، ما كاينش، خاصني نديرها اليوم. علاش؟ حيت اون فوا كتاجل العمل ديال اليوم الى الغد، دير ليه فحال هكا، دير ليه باي باي. حيت غادي تقول غادي نديرها غدا، وغدا ما غاديش ديرها، وغتقول غنديرها ابخي دومان لا سيمين بروشين. مشات اي فوالا، سالا هذاك لوبجيكتيف، ساليتي حتى انت. ايوا ما درتي والو، تا لعبه والو، كيما قال الشاب عادل الميلودي. ما بغيتكش انا في الاخر تسالي بوالو والو، لا بغيتك تسالي بعامر ان شاء الله. وراك غادي تسالي وغادي تكون عامر بصح، وغادي تفاليدي هذا لوبجيكتيف الا تبعتي واستمريتي ونفسك حاربتيها. راه انت في حرب مع الذات ديالك الا ما وقفتيش ليها قدامها وكدابز معاها وهكا. بلا ما نحلف ليك راه ما غاديش توصل. دونك فوالا، هذا غير مقدمه. ندخل معك في الموضوع. قلت لكم قبل انه يمكن لك تتعلم عن طريق كلمات متقطعه في لو ديبار. ملي كنبدا في الاول دونك باش ندير الديبار ديالي نتلونسا، كنبدا ندير كلمات متقطعه، نعرف دي فوكابولير كلمات، هادي شنو هي، هادي شنو هي، هادي. من بعد ملي كنجمع داك الباكاج ابري كنبقى ندير اون كومبينيزون ليزون ما بين هاد الكلمه وهاد الكلمه وهاد الكلمه وهاد الكلمه. اليوم غادي نعطيك واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، سواء الا كنتي انت يلاه غادي تبدا في تعلم اللغه الفرنسيه ديالك وبغيتي تبدا منها مباشره الله يسخر لك، ولا بالنسبه للناس اللي ديجا بادين ان شاء الله دابا غادي يوصلوا، خصك دوز هذه النقطه هذه حيت غادي تعجبك. وهذا الشيء اللي غادي نبارطاجي معك اليوم واعر بزاف، وشي حاجه اللي غادي تبقى تتعلم بها وهي عاجبك. يعني ما كنبقاش انا امبوزيها عليك، حيت نقدر انا نوريك واحد لا ميثود ولا نوريك واحد الانسان نقترحو عليك نقول لك تبع هذا ولا هذا. دابا هذا الشيء ماشي انا اللي غادي نامبوزي عليك، وانما انت اللي غادي تختارو، نفسك هي اللي غادي تختارو، غادي يعجبها وغادي تابسوربي، غادي تمصو، غادي ترتاح ليه، وغادي تقول لك انا بغيت هذا السيد، بغيت نتعلم منه. هذا الشيء تنقول لك غادي تشوفوا دابا معايا فياش في واحد الموقع اللي سميتو يوغليش. يوغليش هذا موقع مصمم للغه الانجليزيه، ومن بعد داروا فيه بزاف ديال النسخ جميع اغلب ديال اللغات. غادي ندخل لجوجل
اي متصفح درتي وغادي نكتب هنا يوغليش. ها هي يوغليش، شفتوها كيف دايره؟ باش تفهم المعنى ديالها اولا شنو هي، غادي ندخل الاول هذا الليان الاول، هي فيها يوغليش، هذه راه انجليش حيت هي داروها في الاول كانت مصممه اللغه الانجليزيه، دابا حنا هنا من بعد زادوا طوروها وداروا فيها جميع الاغلبيه ديال اللغات تقريبا. غادي نبرك هنا وغادي نختار فرنش، اي فوالا هنا دونك كتولي عندك يو اف ار. غادي نطبي واحد الكلمه اللي ما فهمتهاش ولا بغيت نطبقها، لنفترض دونك في كلتا الحالتين سواء بغيتي تفهمها ولا بغيتي تطبقها. فالور هي القيمه، لا فالور، اون فالور، فا لور، ها هي. وغادي نبرك هنا باش نبحث عليها، شوف شحال كتعطيني، عطاتني بزاف ديال الامثله، شوف شحال 11150 مثال اللي غادي تشوف فيه كتنطق هاد كلمه فالور. وهنا غادي تشوفها في سياق مختلف بزاف ديال لي كونتكست، في كل مره غتلقاها في سياق. اذا شنو تندير؟ انا غادي نعطيكم المثال. qui font et qui formeront demain la valeur de ce que vous êtes. Concrètement, votre banquier aura beaucoup plus intérêt à prêter à votre profil gros lapin en diminuant la valeur du produit jusqu'à ce que la valeur, comme on l'a vu dans l'exemple. لاحظتوا عندك بزاف الامثله غادي تلقى هاد كلمه فالور. وشنو كدير؟ كتبقى كتقلب بهاد البلاصه هنا، مثلا شفت هاد المثال ما عجبنيش ولا ما عجبتنيش النطق ديالو، كندوز لهذا غادي نلقى استعمل واحد التعبير واحد اخر، غادي ندوز عاوتاني لهنايا في تعبير واحد اخر. وشنو كتلقى هنا؟ عندك لي سوتيت، هذيك الهضره كامله اللي تيقولها هي كتكتب هنايا، اتفقنا؟ بوز كديرو بطبيعه الحال من هنا، وملي كنسمعها ونبغي نعاودها كنبرك في هذا البوان هنا، كتعاود كترجع تيقولها هو. دونك نشوف هذا ليكزامبل، mais chacun de nous apporte aussi une valeur ajoutée. Les dépenses qui sont les nôtres, mais chacun de nous apporte aussi une valeur ajoutée. Mais chacun de nous apporte aussi une valeur ajoutée. Chacun de nous apporte aussi une valeur ajoutée. La valeur ajoutée. قيمة المضافة. إذا أنت شنو تقدر تأجوتي كوم فالور في حد الشركة ولا في شي حاجة. دونك لا فالور أجوتي. إذا غادي لا فالور غادي تولي تشدها مع أجوتي. دونك أنت خديتها هنا في أن جروب دو مو في كلمات، ماشي غير في ماشي غير بوحديتها، ما تبقاش مشتتة حتى تمشي. تخليك هنا تقول لك جو دوا أبورتي أون فالور. جابورت أبورتي. فوالا هنا يمكن لك تكون كتصنت وتبقى ترجع ب 5 سكوند هنا، موان 5 كترجعك 5 ثواني قبل لا بغيتي ما تبقاش ترجع لحسر هذه النقطه هذه. سي اوسي دي برودوي كي اورون بلوس دو فالور، بلوس دو فالور نوتريتيف، بلوس دو فالور بور لا. شوف هنايا استعملتها في بزاف البلايص، دو برودوي كي اورون بلوس دو فالور، عندهم خاصيات وقيمه زايده. لا فالور نوتريتيف بلوس دو فالور بور لا سونتي. لا فالور نوتريتيف هنا كتولي كتستعمل حتى دو فالور نوتريتيف حتى في داك الشيء اللي كتاكل. انا كليت واحد المنتوج ولا كليت زيت بلديه ولا هكا، هذا عنده واحد لا فالور نوتريتيف، انا خديتها لا فالور نوتريتيف. كنولي ملي كنبغي ناكل شي حاجه تيقول لك واش هذاك صحي، هاد الماكله صحيه، وراه عندها اون فالور نوتريتيف امبورطونت، عندها واحد القيمه واحد الحوايج غادي تزيدهم الصحه ديالي، ماشي غير عمر كرشك وصافي. هادي راها كافيه، الا قلت لا فالور نوتريتيف راه عندها واحد القيمه ديال التغذيه زايده، فيها لي بروتيين ولا لي فيتامين ولا شنو. ولكن هنا ساعدتني قالت لي بلوس دو فالور بور لا سونتي، يعني حتى انت اللي كنتي تهضر واحد المره وسولك على هذا لو برودوي ما كتبقاش تقول غير كلمه وحده وكتوقف كتقول لي وراه عنده اون فالور. دونك شوف هنا شحال تقول راه عنده اون فالور نوتريتيف وعنده بلوس دو فالور بور لا سونتي، عنده بزاف لي فالور للصحه ديالنا. هذا هو اللي كنسميوه ان جروب دو مو، ما كتبقاش تاخذ هذيك الكلمه بوحديتها متفرعه وانما كتدخلها في بزاف ديال السياقات. travail soit en accord avec leurs valeurs, avec leurs idéaux, donc ils sont de plus en plus exigeants sur ce que le travail doit leur apporter. travail soit en accord avec leurs valeurs, avec leurs idéaux. هنا غادي نطبقها حتى عليا انا. je cherche un travail qui soit en accord avec mes valeurs. ولا جو شيرش اون بيرسون كي سوا اون اكور افيك مي فالور، كنبحث على واحد الشخص اللي غادي يمشي مع القيم ديالي انا ما يكونش كيخالفهم، اون بارطاجون لي ميم زيدي اي لي ميم فالور.
عندنا نفس القيم ونفس الافكار. لنفترض عجبتني انا هذه الميسيون اللي مديرين هذا البرنامج، شنو كندير؟ كنبرك هنا الا لاحظتوا حيت هذا الشيء راه مأخوذ من يوتيوب، ها هي نبرك عليها. فين غادي ديني؟ غادي ديني اليوتيوب مباشره. leurs valeurs, avec leurs idéaux, donc ils sont de plus en plus exigeants sur ce que le travail doit leur apporter. Et voilà, on est d'abord quitté le حوار كامل وهذا. أنا يمكن لك تفرج له في يوتيوب مثلا، تبقى دير لي سوتيتر وكتفرج له بحال هكا، الا درتي لي سوتيتر ما كيطلعوا لك لي سوتيتر هنايا وتبقى تقرا فيهم، ولا تقدر تعجبك هاد لي ميسيون هادي وتولي انت تبغي تتفرج ليها. هنا فاش قلت لك هنا كتولي تقدر انت تولي تختار، ما نبقاش انا اللي غادي نختار لك. انا كنتفرج بحال هكا، قلبت على واحد الكلمه وعجبتني، وانا نطيح في واحد البرنامج ولا طحت في شي واحد كيدير لي بودكاست، واحد ان يوتيوبر باغ اكزومبل، تحت في هذه انا لقيت هذه القناه. اذا هذه القناه غادي ندخل ليها، ملي غادي ندخل ليها نقدر نلقاك دير بزاف ديال لي زيميسيون. Ce que je pense de sa valeur, de ses qualités, de son potentiel va se réaliser. Ce que je pense de sa valeur, de ses qualités, de son potentiel. واجي خذ لي عاوتاني هذا. دونك عندك لا فالور، عندك لي كاليتي، عندك لو بوتونسييل. وملي نكون كندير التمرين نقول انا خاص تكون عندي اون فالور ودي كاليتي و ان بوتونسييل باش نقدر نرياليزي مون اوبجيكتيف. هنا كتبقى كتطبق، هو كيساعدك كيعطوك بزاف الكلمات وانت تحاول تبقى تربط ما بيناتهم. دير التمرين ديالك غير في حركه، طبق، دير داكشي ميكس فرونسي عربيه. انا خاص تكون عندي اون فالور، ما عرفش نقول خاص تكون عندي، نقول غير هكا ديك لا فالور ننطقها، جو دوا افوار اون فالور، ولا انا خاص تكون عندي اون فالور. ودي كاليتي ودي كاليتي، ولا نقول اي دي كاليتي، ولا نقول غير ودي كاليتي بحال هكا. وخاصني عاوتاني ان بوتونسييل، اي جو دوا افوار ان بوتونسييل. عرفت نقولهم بالفرنسي كاملين وندير الربط بيناتهم بالفرنسيه تري بيان، ما عرفتش نقولها بالعربيه. خاص تكون عندي واحد القيمه اون فالور ودي كاليتي، وخاصني عاوتاني ان بوتونسييل باش نرياليزي مون اوبجيكتيف، باش نحقق الهدف ديالي. راه هكا باش غادي تتعلم، ما تستناش تكون انت كامل غادي نهضر بالفرنسي 100% ولا ما نهضرش بها. لا صديقي، هضر غير داكشي اللي كاين خدم بيه، وتما غادي ان شاء الله وربي غادي يزيدك. تما غادي وكتزيد غادي وكتزيد حتى ان شاء الله توصل مزيان وتولي تعرف بزاف، تعرف ادوات الرفض، يوليو عندك الافعال بزاف، يوليو عندك لي نو، ويوليو عندك دي فورمول. اللي نفترض انا عجبني الفيديو ديال هذا السيد هذا، شنو كندير؟ كنبرك على العنوان ديالو، ها هو ها هو داني اليوتيوب. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نتيليشارجي، راه كاينه لابليكاسيون ديال سناب شات، تيليشارجيها من جوجل الا ما كانش عندك في التليفون ديالك، حيت ما غاديش تلقاها في بلاي ستور حيت غير مرخصه. دونك تيليشارجيها من جوجل، وملي غادي تولي من بعد تبرك على هاد بارطاجي، هنايا غادي تولي تطلع لك هي بارمي لي زوبسيون. بحال الا بغيتي تصيفط هاد الفيديو بحال هاد تصيفطو انت لشي حد في واتساب ولا شي حاجه، غادي غير تهبط شويه غادي تطلع لك لابليكاسيون سناب شات، واختار ام بي 3 وتيليشارجي، ها هو ولا عندك. ولا مشيتي لابليكاسيون اللي كتقرا بها لي ميوزيك، ها هي غادي تلقاه. اي فوالا، شعلو وبقى تصنت له مع راسك، وانت غادي في الطريق ودير الكيت وبقى تصنت له. وهاد الكلمه غادي يبقى يقولها فالور، دونك فالور غادي يبقى يستعملها في هذا الكونتكست وفي هذا السياق وفي هذا السياق، وانت غادي تبارك الله وكتوسع المعارف ديالك في اللغه الفرنسيه، وكيتزادوك لي فوكابولير، وكتولي تعرف تستعملها في مختلف السياقات وفي مختلف التعابير. وبرافو عليك وربي يسخر ان شاء الله، انت غادي مزيان. اي فوالا، جيسبيغ هاد لا ميثود تعجبكم ان شاء الله. و الى ارتحيتو لشي ايميسيون برنامج ولا شي بودكاستور ولا شي يوتيوبر لقيتو في يوغليش، تماك سير اليوتيوب ديالو، برك على داك اللي انا غادي ديك الفيديو الحقيقي في يوتيوب، تقدر تلقاه كيدير دي فيديو بزاف وحدين اخرين، وبقى تتبعهم. وهنا غتولي تدخل تشوف البرامج اللي كيدير، المواضيع اللي كيناقش، القضايا اللي كيعالج. دونك غادي تولي تستافد من داكشي اللي كيدير حيت كيعجبك، وربما تلقى فيه نفسك، واو ميم طون كتاخد اللغه معاه هو. وديجا لاكسون عجبتك انت في الاول، داكشي علاش مشيتي تبعتيه، وانت اللي قلبت عليه، ما وريتوش لك انا ولا ورالك شي حد واحد اخر، انت اللي لقيتيه ونفسك اللي بغاتو واللي ارتحت ليه. تيسير ان شاء الله وربي يسخر. السلام عليكم.